سجل الدراري السلام خويا السيمو منين نبدا؟ غادي جلست مقابل وما بغاوش يقولوا لنا السر، بغاوش يقولوا لنا ذا فاكين سيكريت. تلاقى مع الدراري تيبقاو فيا، كنكون غادي في الشارع كيجي عندي السلام خويا السيمو، الله يحفظك اخويا وانا راني مقهور وكنعاني وكذا، مولا وليدات لا مرحبا اخويا جبتي نعاونك، لا خويا ما باغي لا مساعده لا ماديه لا والو، الله يحفظك اخويا السيمو، انا اخويا السيمو بغي توريني الطريقه السر، الله يحفظك شي لعيبه ندبر بها هكا على الفلوس والوليدات وكذا. شي دولة فرنسية تنصحني بيها فيها السي او دي من غير الطيران خويا؟ كاين كاش اون ديليفري، كنصحك باندونيسيا، فيها الخير والبركة اندونيسيا فهمتي، وغير جاكرتا ما جيتش تسالي على مشيتي لجاكرتا، والكاش اون ديليفري ديرو تشد فلوسك في نفس النهار فهمتي، يجي عندك واحد السيرفيس سميتو جوجيك، يجي ياخذ من عندك السلعه يمشي يوصلها لهذاك، ياخذ لك من عنده الفلوس ويجيب لك الفلوس سير بلاس، تبقى شي غادي السلعة غادا الفلوس الجاية. هادي اندونيسيا. سريلانكا حتى هي كنت فيها. شوف شوف اخاي شوف، وعلاش انت تمشي حتى لاسيا؟ احنا عايشين في المغرب راه فيه الكاش اون ديليفري، الواحد يخدم هنايا، وعلاش اخاي تمشي حتى لاسيا؟ علاش الجزائر حدانا الواحد يشوف شنو عندهم، راه شو كاين دي زوبورتونيتي في هاد البلدان تاع افريقيا كاين ما يدا، ها تونس حدانا. طب استاجر الدراري السلام خويا السيمو منين نبدا؟ خويا راه داكشي اللي انترنت ماركتينغ كبير، واش تبدا ريسكين ولا تبدا فايفر؟ انا تنصح ديما الناس اللي بعمرها بدات تبدا فايفر، تبدا في اي باي، تبدا في خماسات اللي عندها مع اللغه العربيه ما عندهاش مع الانجلي، تبدا تما فهمتي، تجمع 5 دولار ب 5 دولار ب 5 دولار، واهم حاجه هي راس المال فهمتي، الواحد يبدا يجمع راس المال. ومن وراها ملي ولي عندك راس المال شنو خصك دير؟ شوف اخاي الاي كوميرس، الاي كوميرس راه فيه ما يدار والموجه بقى الله باجي، ماشي الموجه زعما دابا راه دايزه وانت راك الفوق ولا هادي تفوت عليك، لا الموجه بقى الموجه هي هادي جايه وفهمتي، الموجه هي هادي كبيره وباقي الناس الله هنايا لتحت باقي فهمتي، باقي فهمتي، الموجه الله باجي. ماشي في امريكا الموجه تما كتسالي، بقاو الكبار الموجه في اوروبا حتى هي شي بك كتسالي، وغادي يبقاو الكبار. الموجه في افريقيا باقي الله بغات تبدا، المغرب باقي فيه 100 دار، الجزائر باقي فيها 100 دار، تونس باقي فيها 100 دار، مصر باقي فيها 100 دار. انا خدام في مصر، انا خدامين في مصر، الماركت ديال مصر ماركت زوين، السلك تجي برخيصه، شيبينغ واعر، ما ندخلش في الديتيلز لان فهمتي، لان غادي نكون معك واضح فيها، انا كنعاود كل شيء. شي حاجه اللي هادي ضرني اللي مبنيه على ستيتس ديالي اللي حنا خسرنا عليها فلوس، تيستينا الشركه ديال الشيبينغ كاملين، خدمنا معاهم كاملين، تيستينا لي سيرفيس كاملين، ما ندخلش في الديتيلز ديال تيستينا المدن كاملين، شي مدن مزيان فيهم الشيبينغ، شي مدن ما مزيانش فيهم الشيبينغ، ما نقلش ندوي في الديتيلز، لان بحال اللي قلتي انت خسرتي على واحد الماركت، انا واحد الماركت انالايز خسرتي عليه الزباب، الفلوس اللي تجي تعطيها لواحد ما يمكنش، نيفر نيفر غانا بي فري، وما تنبيعهاش وما غاديش نبيعها لاقداش انا خدام بها. بغيتي تونكاجا في مصر مرحبا بك فهمتي، انت جي خسر في الاول كدا، اناليزي السوق، عارف شنو اللي خدام ليك شنو اللي ما خدامش ليك، جرب بحال الشركه ديال الشحن تمايا جربهم، خسر شويه فهمتي، ما تستناش ديما الواحد يعطيك السمك، نكون معاك واضح راه ما عندي ما نخبي عليك، خاص تجي انت تحط معنا رجلك في الغيز، تغطس رجلك شويه تغيس طيح تنوض تشد معنا الطريق فهمتي، ماشي نكون حنا بدينا واحد التيم كبير قد جينا شحال من حاجه خدمنا نجيو نعطيوها لك واجده، دازنت ورك لايك ذات، وغادي خصك شريك مصري بيان سور حتى هو غادي تقلب عليه. المهم شوف شمال افريقيا فيه ما يدا، شي اخوان تيعاودوا لي على كينيا، تيعاودوا لي شي حوايج خياليين ما غاديش تيقوا، تعاودوا لي على كينيا خدامين فيها لي كوميرس دايرين فيها شي حوايج خياليين، شي اخوان كيدوا على نيجيريا تيدوا في شي حوايج خياليين فهمتي، افريقيا فيها ميتر الموجه بقى الله باجيه. علاش لا ماش تبر انت واحد راس المال تبدا هنا في المغرب، نورها تدوز للجزائر، نورها تدوز لمصر ولا تونس، نورها علاش لا من هنا واحد 3 سنين 4 سنين تلقاك في افريقيا لتحت، واي نوت؟ ولا تجلس مقابل وما بغاوش يقولوا لنا السر، بغاوش يقولوا لنا ذا فاكين سيكريت، ذا فاكين سيكريت هو ان عندك واحد التيم من وراك فهمتي، فاكين سيكريت ديال الفلوس كثيره هو خدامين معاك ناس، بدل ما كنتي كدير 1000 درهم في النهار وليتي مخدم معاك 10 وكدير 10000 درهم في النهار، وليتي مخدم معاك 100
وليتي كدير 100000 درهم في النهار. هذا هو الفاكين سيكريت اللي مخبين عليك، فهمتي؟ ما كاينش شي سيكريت كاع، ما كاينش شي واحد عنده شي سيكريت. شي واحد زعما كاين شي واحد من هاد المدافكرز خدام بوحدو كيدير 100000 درهم في النهار، تيديرها نهار يومين ثلاث ايام شهر شهرين تيوقف ليه البيزنس عام، تيتسد ليه البيمنت بروسيسور، تيتسد ليه سترايب، كيتسد ليه باي بال، لانه ما كانش كيجاوب عباد الله، لانه كانوا تيتحلوا عليه الديسبيوت وكان تيميك عليهم وكيوقف ليه البيزنس. انه هاكا تيطرى، لانه ما كانش خدام ديك الخدمه ديال المعقول، ديال عنده بنادم جالس من ورا البيسي كي كيتحل ديسبيوت، كيدوي مع الناس علاش حليتي الديسبيوت، اذا كدا ماشي مشكله غادي نعطوك نعطوك الريفاند، الله يسهل لك الله يوفقك. ما كانش كيرد لعباد الله فلوسهم، ما كانش حتى تيجاوبهم، كون الا بس كون ما كيردش لهم فلوسهم ما تيجاوبهمش، حتى الجواب ما تيجاوبهمش. تمشي اشنو هو وات از ذا فوكين سي، علاش كتخبيو على الدراري؟ شكون هذا المدافكر هذا اللي عنده ما يخبي على الدراري؟ شكون هذا اللي عنده شي حاجه ما يخبي على الدراري؟ ما كاين حتى شي واحد عنده شي، ما كاين احترام، وحتى انا اعتبرني واحد من القرود، ما كاينش شي قرد عنده شي حاجه يخبي على الدراري، ما كاينش. هذا فين هو هذا اللي قال لك؟ شكون هو هذا اللي عنده السيكريت؟ ولكن انت كذبتي على راسك واحد الكذبه، بحال كيما كذبوا على الفيل. الفيل ملي كان صغير داروا له واحد اللعيبه في رجليه تيجي يبغي يتحرك تتعقرو، ملي كبير كاع ولاو مركبين ليه واحد الخويط على رجليه تيقول لها لا تحرك ترا يتعقرني خليني جالس هنا، وفين ما مشى كيجرو هو راه فيل. والفيل هو اقوى حيوان كاين في الغابه، ماشي هو السبع، راه السبع والفيل تلاقاو راه الفيل يدقدق السبع، هادي ما عمر قالوها لي. ولكن تفلاو عليه بداك الحبل اللي كيلول على الرجل، وانت من واليك حتى على الرجل، انت تزاديتي قال لك انت تلاقيتي مع واحد خونا لوين ليه الحبل على الرجل وكسفتي معاه، قلتي ليه دابا هادوك كي تيديروا يعوموا، قال لك اريح الارض هادوك راه عندهم السر، حتى انت الواليك الحبل على الرجل وليتي تقول حتى انت هذا السر. عافاك اخويا قول لنا شنو هو السر، سرتكم مش اصاحبي اش من سر الله يهديك، فين هو السر؟ لقيناه حنا نتعشاو به السر ولا الحماق؟ الله يسير فهمتي، تتلقى هكا واحد مكتف بالعقل ديالو، لان كلشي الفيل مكتف من هنا راه مكتفش من رجلي، لان الا تكتفتي من هنا هي الخطيره. الفيل كتفو من رجليه وصافي، ملي كان صغير كان تيبغي يتحرك كتعقرو هذيك اللعيبه، وكان صغير يعني كيبغي يتحرك كتعقرو، ولكن ملي كبر راه واخا يجيو عليه رجله غادي يجر السوق، هو يحطو دار، شد دار حطا هكا وشد شي بودرع كذا مع الفيل، غادي يجي الفيل غادي يجر ديك الدار كامله، غادي ريبه. هذا هي قوه الفيل، عاد تجي انت تلوي شي حاجه. ولكن بقى مبرمج انه ملي كان صغير كان كي كيبغي يتحرك كضرو رجليه، قال صافي خليني بلا ما نحاول نقاوم خليني غادي. انت نفس القضيه، تلاقيتي مع واحد الفيل، تلاقيتي مع واحد الفيل جيتي قلتي ليه كيفاش دوك الناس وصلوا، وقال اطريحه صاحبي اش عندهم ما يوصلش حتى هذا، والله الا وراك شي حاجه حتى صاحبي اللي طيح على شي سر مكمش عليه. انت شنو قلتي؟ عقش هاد خونا عنده السر، هاد خونا هذا عارف راه كاين شي سر، صافي حتى انا نمشي نقلب نمشي نزوقهم لا لا وعسى يعطوني السر. خويا سيمو الله يحفظك داك السر، اجي اخويا نبيل الله يحفظك داك اخا ايدي حيا، لا الا ما قول لنا السر لحقاش كنتلاقى مع الدراري، فهمتي؟ كنتلاقى مع الدراري تيبقاو فيا، كنكون غادي في الشارع كيجي عندي السلام خويا سيمو الله يحفظك اخويا، وانا راني مقهور وكنعاني وكذا ومولا وليدات، لا مرحبا اخويا اش بغيتي نعاونك؟ لا خويا ما باغي لا مساعده لا مادية لا والو، الله يحفظك اخا سيمو، انا اخا سيمو بغي توريني الطريقه شي سر الله يحفظك، شي لعيبه ندبر بها هكا على الفلوس والوليدات وكذا. هكا اخر مره هكا في اكادير انا وجهي خارجين مع شي جوج الليل، واحد خونا جوج هما جوج دراري شدونا، خويا والله خويا تعرف الوضعيه ديالنا خويا، شنو الوضعيه ديالك؟ هكا من الاخر ندوض ندبر عليك ب 100 درهم وتمشي تفوتنا؟ لا 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 خويا لا، حنا محتاجين، حنا خدامين واحد الخدمه على قد الحال، ولكن اخويا لا الا ما دبروا علينا بشي سر الله يعطيكم. خويا راه ما كاينش حاجه سميتها السر، راه هذا المدافكر اللي قال لكم كاين السر راه كذب عليكم. واخويا الله يحفظك، لا شو اخويا راه خصك تخدم، راه انت راه لي كوميرس الله باجي كذا كذا كذا. لا لا اخويا الله يحفظك، شفت لي كوميرس اصاحبي فيه تمارح، حنا اخويا بغينا شي فلوس بارده اصاحبي، فينا هو البارد؟ لقيناه حتى حنايا، لقيناه حنا نتصوروا معاه. واخويا زعما راه كنقولوا زعما كاين شي سر تديروا به الفلوس بارده، فينا هو اخويا الفلوس بارده اللي كنديروا حنا؟ شكون اللي كذب عليك قال لك كنديروا فلوس بارده؟ راه ماشي كنعرقوا فيها، راه متنا فيها دوزنا 14 16 ساعات. ولكن اخويا السمو دابا راه كنشوف انا السطوريات ديالك، راه كتبان لي مسافر، راني مسافر، ولكن راه كاين واحد التيم من ورايا واكلين الدق يوميا وخدامين يوميا وما كيزقلوا حتى النهار، وعندهم المانجر كيتحاسب معاهم هنا وقيته داخلين وهنا وقيته خارجين. وبالعكس عندنا التيم ما بقيناش كندققوا معاه هنا وقيته داخل وهنا وقيته خارج، عندنا التيم ولاو حتى هما اش نقول لك، حتى هما ولاو ما لقيتش شي كلمه من غير نقول انهم كاملين في كاع الدول، ولاو عندنا التيم قتاله من الاخر بحال هكا، التيم ولاو عندنا كاملين قتاله،
كتقول لي جيت تخدم من 10 الصباح ل 6 العشيه وتجلس حتى 9 الليل في البيرو. علاش؟ لان كل مبيع عنده فيها الكوميسيون، كل مكالمه عنده فيها الكوميسيون، داك الكول سنتر كل هذاك كيدير الميديا باينغ الفيسبوك كل مبيع عنده فيها كوميسيون، داك خونا اللي كيكونفيرمي الاوردرز في الكول سنتر كل مبيع عنده فيها الكوميسيون. ما بقاش كيبغي يخرج لك مع ما بقاش كيبغي يخرج مع 6 ولا كيجلس لك حتى 9، ولاو كيبغيو يجلسوا طلع 10 كنقول لهم لا اخر وقت باش تخرجوا هو 9. ما بيان سور ما شفتيش هادو، شفتي يا خونا السيمو ما شفتيش في ايامات كان كنوض مع 5 الصباح وكيخدم وكتقول صافا والله الا عندهم شي سر كيديروا فيه ما كاينش انت اكزيست هاد الحبس هذا ديال السر. والله تيبقاو فيك الدراري اصاحبي، تيبقاو فيك تضيعوا الشباب ديالهم. والسر هو واحد الحاجه، هو واحد خونا قلبك جا لواليك الحبل على رجليك، هو فيل مزرف ديجا فهمتي، ديجا عقلو الواو ليه الحبل وبقى جالس بلاصتو، وجيتي تانت لواوليك الحبل وبقى جالس تمايا، ضيع هو وقتو، ضيع تانت وقتك. وشوفوا شي خونا تا هو اخر ضيعوا ليه وقتو. انا من الشيء الاخر شنو كندير؟ كنحاولوا لا الا واسا، كاين بيان سور كاين واحد ليفيكت، كاين واحد البيك فاكين امباكت، واحد الناس كتنوضهم كتقول لها نوض سير خدم على راسك، راه القضيه ساهله، حاول تجيب 10 دراهم، حاول تجيب 100 دراهم، واحد النهار غادي تولي عندك واحد لا ميثود كتجيب 1000 درهم. اللي الا جبتي جوج الناس خدموا معاك كتولي 2000 درهم، جبتي 10 الناس خدموا معاك كتولي 10000 درهم، جبتي 100 ديال الناس خدموا معاك كتولي 100000 درهم. ذيس از ذا فاكين سيكريت اللي كاين. وما تيغركش داك خونا اللي كيقول لك ها انا تندير 10000 دولار في النهار. صاد داروها بزاف الناس، داروها نهار جوج ثلاثه تسد لهم الباي بال. هاد الهضره ما تيقولوهاش لك، هاد الهضره هي اللي تيخبيو عليك. تسد ليه باي بال، تسد ليه سترايب، وقف ليه البيزنس دقه وحده ومشى تكمش وعطى له هادشي باتساع والله يعاونو. تيجي عاوتاني تيبغي يعاود المحاوله، كيتسد ليه باي بال، كيتسد ليه سترايب، كيتسد ليه كلشي، كيتسد ليه تشيك اوت وكيمشي فحالو وكيدوز حياته بحال هكا. هذا هادشي هو اللي ما كيعاودش لك، هادشي هو اللي تيخبيو عليك، هذا هو السر اللي مخبي عليك، هو ان دوك التصاور. وخير ذلك، شوف 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 بنادم الفلوس تيبانو على مولاه. شوف خونا ما تيسافر، ما فهمتي، ما تيدير حتى حاجه في حياته، ماشي على قد ما تيسافر تيبانو. كتحرك الا واجي يكون عندك دي ديبلاسمون، كتمحرك الفلوس داخله، غادي يكون عندك شي صداع ولا شي روينه خاصك تسافر تفكا شي حاجه خاصك تفكا. المهم شوف باينه مورقه خونا، ديما مريح في واحد القهوه في راس الدرب ومريح ديما، ما تندوش على اللباس على حقاش، نيفر غادي نتناقشوا على اللباس. لقيتش انا ما كنلبس وما عنديش الوقت باش نلبس، وشحال ما تقول لي عندك اخي السيمو حسبنا لك. بالعكس داروا لي كاع واحد البوست في واحد الجروب صيفطوا عليه المود الضحك، داروا لي 4 تصاور. قال لهم الا قال لنا السيمو لايف اللي جبنا شي تصويره ديال السيمو لايف هذا العام هذا لابس شي قميجه من هاد 4 القوامج عنده 10000 دولار. ورقوني فهمتي، عندي 4 القوامج وما راس المال، راهما في الباليزه ديالي هذوك وما راس المال. كتلقى شي ناس كيهتموا تيقول لك علاش اخاي السيمو ما كيهتمش باللباس. لا صاد وي دونت هاف ذا فاكين شيت ديال الوقت ديال اللباس. واحد الصوره حطيناها في الانستغرام فيها بزاف ديال الدراري واقفين مغاربه، كل بزاف ديال الدراري واقفين مغاربه. قلت هنايا راه الدراري كيديروا تبارك الله شي ارقام، ولكن في هذه الصوره بزاف ديال المليونير. غتمشي تقلب راه كاينه في الانستغرام ديالي، غتمشي تقرا في الكومونتير. واحد خونا فهمتي داك الكومونتير، هذاك الكومونتير ضحكنا عليه واحد الضحكه هيستيريا الدراري كاملين ولنا كنطلعوا هذه. واحد خونا قال لنا، قال لي اخويا راه حاولنا نتيقوكم ولكن حالتكم ما كتبينش على هادشي، دونك بركه من الكذوب. وهداك الكومونتير وليت كنستعملو فهمتي، كنقولو رايحين حنا الدراري كون الدراري بربي لا حالتكم مقهوره الدراري، سيروا بدلوا سيروا ضربوا لكم شي لباس الدراري اصاحبي، راه ما كتبانوش مليونير. ولا كنطلعوها بداك الكومونتير بيناتنا. اخر مره جالس كنتعشى مع الدراري الشقار حكيم مروان مريحين بحال هكا، كنقول الدراري بربي لا تتبانوا الحاله مقهوره اصاحبي، سيروا اصاحبي ضربوا لكم شي لباس. ولا كنطلعوها بيناتنا بداك الكومونتير، ولا كنضحكوا ديما بيه فهمتي. واحد خونا حتى هو واحد التصويره انا ويحيى وحكيم والشقر لابسين كوستيمات هكا عاديين في هذاك ليفينمون واقفين. واحد خونا حتى هو كومونتي لنا خويا راه ما كتعرفوش تلبسوا اخويا، وسيروا شوفوا لكم شي واحد، سيروا شوفوا لكم شي واحد خدموه معاكم يولي يلبسكم. صاد او جيف ا فاك على اللباس اصاحبي، انت مريض اصاحبي بهذا الشيء. واحد الموضوع حنا هذا الموضوع ما تيدخلش لنا الفلوس. كون كان الزواج كي كون كان واحد خونا كاتب لي الزواج 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 تما تشا، كون كان اللباس كيدخل لنا الفلوس كون كان اللباس كيدخل لنا الفلوس تلقانا حنا الاولين فيه.
اللباس ما كيدخلش لي فلوس الصاط، اللباس ما فهمتي، حنا ما خدامش كوميرسيال، ماشي في الواجهه. كنت شي خونه حاطه في الواجهه ويجيني، فهمتي دوك الناس اللي حاطينهم في الواجهه، مثلا عندنا واحد الشركه تاع السوشيال ميديا مانجمنت، واحد الشركه تاع الادفيرتايزينغ، دوك اللي كيمشيو عند الناس البيروات ديالهم، يجي ما لابسش مزيان وتجيني خبارو، اجري عليه فهمتي، تقول لي لا خويا شنو انت خصك تجي لابس مزيان. اما انا راه نمشي بحال هكا الصباح للبيرو، غير احتراما ما نمشيش بحال هكا فهمتي، هذا اللباس ديال الناس نمشي به للبيرو فهمتي، نمشي به للبيرو ما كاينش اللي يتحاسب معاه. وكون كان تيدخل ليا الفلوس، كون كان تيدخل ليا الفلوس تلقاني لابس، ولكن ما هادشي يدخل ليا نبقى نحمق راسي هنا شنو نلبس اليوم باش نبان اليوم. صافا اللي نطا النوضه ديال لقى ديك القويمين، جا على ديك الجاكيطه الكحله المعروفه فهمتي، واخا ديك الجاكيطه كتجي لنا المشاكل فهمتي، تقول لهم هادي الجاكيطه واحد الفيديو، هادي الجاكيطه ديال الدراري واش نادو السام ماذا فاكرز، قال لك صوروها عاوتاني لوحوها في الجروباج، انا ما عرفتش دوك الجروباج فيهم مين مسالين راسهم، فيهم الحطايه اش من الجاكيطه ديال الدراري واش راه دايره 250 دولار صاحبي، راهي جاكيطه ديال الدراوش عليها دايره 250 دولار، ماشي يعني 250 دولار اش كتفرح، 250 دولار راه جاكيطه ديال الدراوش، لحقاش داك صاحبي نعتمان تيضرب جاكيطه ب 3 المليون، وعنده جاكيطه اخرى ب 4 المليون، واحد صاحبنا اخر مشات ليه سميتو حتى هو تيضرب جاكيطه ب 3 المليون، هادو هما الجاكيطات اللي ماشي ديال الدراوش، اما انا راهي درويش فهمتي، ومتيت عليا فهمتي، جو كيطا عادي شنو 250 دولار از فاكين نوتينغ، انا ما كنضيعش فلوسي في داكشي. الدراري دابا ديال الويب راه كيضربوا جواك 3000 4000 دولار، الله يستر لهم الله يوفقهم كل واحد والقناعات ديالو، انا لا ما نضيعش فلوسي في داك الشيء، انا اللي تنوض بحال هكا تنخشي شي حاجه في رجليا، داكشي اللي قسم الله كنلبس شي حاجه وكنتكل على الله مع الطريق، الله يوفق الجميع.